مشاهدينا، وللمزيد بشأن التطورات وتداعيات الأوضاع في غزة مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في مقابل تسريبات وزير الدفاع الإسرائيلي وأثرها على جولة المفاوضات المرتقبة، من المؤمل أن ينضم إلينا عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان صباح، ولكن معنا عبر سكايب من الدوحة ينضم إلينا عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني للخارج الأستاذ أنس الحاج. مساء الخير أستاذ أنس. مساء النور، حياك الله. حياكم الله. بعد أن دخلت الحرب في غزة شهرها الثامن، لا تزال المقاومة كما يقال فتية، تقدم كل يوم دليلا على صمود جديد لها. ماذا يعني استمرار المقاومة بهذه الحالة المتماسكة رغم مرور 8 أشهر من الدمار المستمر، القصف المستمر على كل الصعد؟ حياك الله، تحية لك وللمستمعين الأفاضل. أبدأ من ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية بأن المعارك الطاحنة التي تجري في جباليا تحديدا هي الأعنف منذ 7 أكتوبر. يعني هذا كما جاء من الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي. هذا طبعا بأكد لنا 3 أمور أساسية. أولا، أنه المنظومة العسكرية للمقاومة لا زالت تحتفظ بجزء كبير من قوتها حتى بعد مضي أكثر من 220 يوم على الحرب الطاحنة اللي بيشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة. وطبعا من ضمن هذه المنظومة هو منظومة جهاز الاستخبارات الرصين اللي للمقاومة، اللي استطاع أن يواكب عمل الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية وأنه ينجح في مواجهتها والتعمية عليها. وهذا ما شفناه في معركة جباليا الأخيرة من كم يوم، يعني هذا أكبر مثال على ذلك، أنه استطاعت المقاومة أن توقع كثير من القتلى الصهاينة وألحقت الضرر بقوات الفرقة 98 اللي بتقود العملية العسكرية في هاي المناطق، مناطق الشمال. كان لهم خسارات كبيرة، هذا كله يعني جاء في معارك ضارية وشرسة كبدت الجيش الإسرائيلي، أفدح الخسائر بالأرواح والمعدات، وكان من عمليات يعني متنوعة، منها تفخيخ منازل، عمليات قنص، كلها شاهدناها عبر وسائل الإعلام، جاءت في الجزيرة وتناقلوا يعني المكاتب الإعلامية للمقاومة الفلسطينية، استخدموا كثير من الوسائل المختلفة، قذائف الياسين 105، عبوات ناسفة. هذا أمر حقيقة يعني أستاذ أنس اللافت أنه يعني لقطات الفيديو التي تصورها المقاومة وتنشرها على وسائل التواصل وكذلك تبعثها إلى القنوات أصبحت توضح الأعداد ولو بصورة تقريبية، بينما الاحتلال يعترف بأعداد قليلة جدا، العشرات نراهم يعني يقتلون في منازل مفخخة كما رأينا. صحيح، هذا ما عرفناه عن الاحتلال، أنه دائما يخفي خسائره. إحنا كنا نتحدث عن المشهد ومشهد المقاومة. الأمر الثاني وهو أمر أيضا مهم، هو متعلق بشكل أساسي في مشهد المقاومة وصمودها واستطاعتها أنه تبقى صامدة حتى هذه اللحظة، هو حقيقة في تخبط الكيان الصهيوني، تخبط في القرارات، تخبط في الاستراتيجية. لا شك أنه جيش الاحتلال بيعاني من غياب استراتيجية واضحة لهذه، لإدارة الحرب والمعركة في قطاع غزة. وهذا يعني أنه الاحتلال وحكومته، حكومة نتنياهو ووزرائه، يدورونها في حلقة مفرغة بسبب هذا التخبط والارتباك. نتيجة أنه أهداف استراتيجية وضعوها منذ بداية هذه الحرب لا يمكن تحقيقها، خصوصا أنه حكومة الاحتلال تعاني من تحديات كثيرة وخطيرة على مستويات أكبر من حتى مستوى الحرب، وهي مستويات سياسية واقتصادية واجتماعية، ويعني قضية التجنيد وما جاء في آخر القضايا اللي هي قضية المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الوضع الاقتصادي المزري. الوضع في إسرائيل هو ما يسمح للمقاومة بأن تستمر وأن يعني تبقى صامدة حتى هذه اللحظة. طيب، اسمح لنا أستاذ أنس أن نرحب من جنين برئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا بكم. ما هدف الاحتلال من إعادة استهداف منازل المدنيين في شمال القطاع بعد أن كان قد سمح ولو جزئيا بعودة جزء من النازحين؟ لا يوجد هدف للاحتلال، الاحتلال يدور حول نفسه. أنا أسميته ثور الساقية،
الذي لا يفعل شيئا سوى أن يكرر الدوران، لأنه لم ينجز شيئا. ولذلك ترى ينتقل من مكان إلى مكان، ينتقل من بيت لاهيا لجباليا لغزة لدير البلح لخان يونس لرفح، ثم يعود، ثم يعود إلى انصيرات، ثم يذهب إلى جباليا، ثم يعود إلى دير البلح، ثم يعود إلى انصيرات، وهكذا حالة من التيه، حالة من الفوضى، حالة من الارتباك، استحالة تحقيق إنجازات، استحالة الوصول إلى أهداف، وضع أهداف وهمية. ولذلك الذي صنعوا بمساعدة بايدن أنه أوهم العالم أو جعل العالم يتعلق بحكاية، يجد حكاية اسمها العملية الواسعة في رفح. طيب. ولذلك عقد مجلس أمن والتصريحات لا تفعلوا عملية واسعة في رفح، لا تذهبوا إلى رفح، لا تقوموا، وهم يمارسون القتل والقصف يوميا في رفح بكل المواقع، ويمارسون القتل والذبح يوميا والهدم في كل مكان، وكانوا يتحدثون عن زيادة المساعدات، قطعوا المساعدات، أغلقوا كل الأبواب. هذه المازلة التي تجري على مرأى ومسمع من العالم، هذا العالم الجبان أمام الولايات المتحدة الذي لا يجرؤ حتى على أن يقول لها أنت المتهمة، ويتحدثون عن البردعة، عن القاتل المأجور جيش الاحتلال، ولا يتحدثون عن سيده، سيده الذي يمنحه الأوامر، سيده الذي يمنحه الغطاء، سيده الذي يدافع عنه، سيده الذي يمنحه السلاح. هذا العالم الذي لا يستطيع إدخال رغيف خبز إلى قطاع غزة، كيس طحين واحد إلى قطاع غزة، يهدي أطفال غزة عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات ومن أدوات القتل والدمار، ويستطيع إيصالها. إذا كنت تستطيع إيصال كل أدوات القتل والتدمير هذه، ومن أين لك الإمكانيات؟ ولماذا تفقد كل إمكانياتك وتصبح مشلولا أمام قوتي ودوائي ومائي وردائي؟ أهل غزة. طيب أستاذ عدنان، اسمح لي أيضا أسألك في جانب آخر، وأنتم من جنين، هناك عملية عسكرية واسعة شنها الاحتلال على مدينة جنين وكذلك مخيمها، وهي ليست الأولى من نوعها، كما قرأنا بالأخبار أنها العملية 72 منذ 7 أكتوبر. يعني برأيك لماذا هذا التركيز على جنين بالذات؟ يعني ثور الساقية، هو يحاول ويعود كل مرة، يدخل جنين ويدخل مخيم جنين ويحضر 1500 جندي، عادة 1500 جندي حين تكون العملية واسعة، ومئات الآليات والطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة وجرافات الديناين، ثم لا يستطيع. وأنا أقول لك، هو يذهبون إلى منطقة صغيرة، مخيم جنين مساحته نصف كيلو متر مربع، حتى الآن لم يستطيعوا الوصول إلى حي الدمج، هذا الحي الذي قتلوا قبل أيام فيه الشهيد البطل إسلام. لم يستطيعوا الوصول إليه. حجم ارتباك هذا العدو، والذي يتخبط ولا يدري ماذا يفعل، سوى هذا النهار منذ الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30 تقريبا إلى 9، تمكن قوات الاحتلال، جيش الاحتلال وقناصي، من اغتيال 7 مواطنين فلسطينيين، بينهم أطفال، طلاب مدارس، طبيب، مدرس. هؤلاء الذين اقتلوهم بإطلاق نار عشوائي الساعة 7:30، يعني ذهاب الناس إلى مدارسهم وأعمالهم، أطلقوا النار بشكل عشوائي على كل من يتحرك في الشارع، تمكنوا من قتل 7. ما الهدف أستاذ عدنان من هذا الترهيب المستمر في جنين؟ الهدف الرئيس، الهدف الإجمالي، الهدف العام لدولة الاحتلال، لدولة الكيان، هي تنغيص حياة الفلسطيني وجعل الأرض الفلسطينية وغير قابلة للحياة الآدمية بالنسبة لأهلها، بالنسبة طيب. اسمح لنا اسمح لنا أن نعود إلى الأستاذ أنس ونسأل في جانب آخر. المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أصدر قرارا باعتقال نتنياهو وجالانت، واتهمهما بالتسبب بإبادة جماعية في غزة. إلى أي مدى يمكن أن يوقف أو توقف تلك المذكرة جزء أو ربما جرائم الاحتلال في القطاع؟
نعم طبعا احنا هذا منذ 7 من اكتوبر احنا قاعدين بنشوف تغيرات سريعه في المشهد السياسي العالمي، وكل هذه التغيرات جاءت من صالح القضيه الفلسطينيه. نعم. ما شاهدناه من المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه بشكل تحول حقيقي على مدى 76 عام، واحنا بنشوف اسرائيل الكيان الصهيوني يتصرف بعنجهيه واستعلاء على المجتمع الدولي والقوانين الدوليه، حتى ما جاء في مواثيق الأمم المتحدة كما شاهدنا قبل أسبوعين. الآن هذا تغيير كبير في المواقف، هذا سيدفع أو حتى دفع حكومة نتنياهو إلى أنه تفقد صوابها من هذا القرار اللي جاء بالنسبة لهم مفاجئ واستنكروه بشكل أشد عبارات الاستنكار. لكن إحنا نعلم أنه الكيان الصهيوني دائما حريص على التعامل مع الأزمات، وخاصة فيما يتعلق بسمعته وأمنه القومي. فلذلك الكيان الصهيوني مباشرة بدأ حملة مضادة لإسقاط هذا الطلب، أو إذا ما استطاع أنه يسقطه فإنه يحد من تأثيره. فعمل على مجموعة من الأشياء، أولها عمل ما يسمى، هذا كما جاء في الصحافة الإسرائيلية، صحافة الكيان الصهيوني، أنا أعتذر أحد يعني بعض المشاهدين، نعم، يعني يسيئهم أن أستخدم كلمة إسرائيل، نحن لا نؤمن بإسرائيل ولا نؤمن بها كدولة، أصبحت مصطلح حتى تداول في الإعلام. نعم. فقط فالكيان الصهيوني عمل على بما يسمى غرفة حرب، هذا كله إجراءات للتخفيف من حدة هذا القرار. عمل ما يسمى بغرفة حرب، قررت تل أبيب أنه تنشئ غرفة حرب خاصة تنسق التحرك الإسرائيلي الهادف لإسقاط هذا مساعي المدعي العام. طيب. إحنا ما عندنا معلومات كيف شكل هذه الغرفة، هل هي عبارة عن لجنة سياسية ولا فرقة عسكرية، ما عندنا فكرة، لكن ما نعلمه أنه خصص، خلينا نقول، لجنة للتعامل مع هذه الأزمة. الأمر الثاني الذي قام به، وهذا معروف من سياسات الحكومة الصهيونية، أنه قام باتصالات فورية دبلوماسية. بالطبع إسرائيل معهود عليها هذا الشيء، قامت بالتحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى للضغط عليهم إنهم يعارضوا هذا القرار، ويعلنوا إنه حتى لو صدرت مذكرات بالاعتقال فإنه ما يكون في تطبيق لهذه المذكرات. الأمر الثالث اللي قامت به إسرائيل، وهو إرسال وفد مباشرة إلى لاهاي. هذا الوفد عنده مهمة واحدة، مهمة يقول أنتوا يا جماعة مش أصحاب اختصاص، فرجاء ما تتدخلوا فيما لا يعنيكم، انتم مش اصحاب اختصاص تقولوا والله احنا قاعدين بنقوم بجرائم حرب او لا. نعم. هذه المنظومه القانونيه والقضائيه اللي يعني لدى اسرائيل هي حقيقه تعمل بلا يعني هواده في هذا المجال لاسقاط هذا القانون او هذه المذكره. طيب فيما يتعلق بجزئيه المذكره ايضا، هل يمكن ان تؤثر على سير الحرب وربما العوده الى طاوله المفاوضات مره اخرى؟ شوف أخي الكريم، إحنا ما بدأنا به، يعني جملتي قلت إنه إسرائيل لا يعني ما لا تكترث أبدا لأي مذكرة، هذا يتيئها أكيد على المستوى السمعة وإدارة سمعتها. مهم جدا لما بعد الحرب، هي تؤسس أيضا لما بعد هذه الحرب على غزة، إنه تبقى سمعتها لدى المجتمع الغربي، لدى المجتمع الأوروبي، تبقى سمعتها إنها بلد ديمقراطية، بلد جيشها جيش واعد، فهي محافظة جدا لهذه السمعة. أما بخصوص الحرب، فاعتقادي الشخصي وتحليلي الشخصي أنه لم يؤثر في سير الحرب. ليش؟ باختصار شديد، أنه هذه إن هو ما واصل الحرب وتوقف عن الحرب، فإننا هذا يعتبر تأكيد لهذه التهمة اللي نتنياهو ورؤساء حكومته، وهو اعتراف منهم بأنهم ارتكبوا جرائم حرب. طيب. ذلك ستقرر إسرائيل المضي في حربها ولن تكترث بهذا القرار. نعم. أستاذ عدنان، بذات الإطار، بالمقابل واشنطن تعترض على قرار المدعي العام بالجنائية الدولية، ورأت أن المساواة بين الاحتلال وبين حماس هو أمر مخزي. كيف يمكن الاعتماد على وسيط يحمل مثل هذه القناعات يكون وسيط بين حماس والاحتلال؟ هو أمر مخزي إذا بدك الصحيح. مخزي أن نتساوى بهم، مخزي أن يساوون نحن بهم. القاتل والضحية تتساوى مع القاتل، يصدر أمر باعتقال رئيس وزراء وزير الدفاع، ويصدر أمر باعتقال، ولكن وجهة نظرهم مخالفة تماما لما ترون ونرى أيضا في العالم العربي. أنا
أنا شخصيا كتبت وقلت وأن ضد كل هذه المؤسسات الدولية والمحاكم الدولية، ستأتي علينا بالدمار إن لم ندير الأمور بطريقة صحيحة. وهي البدايات، أولا الذي صدر حتى الآن طلب بإلقاء القبض أو بالإحضار، مذكرة إحضار، إصدار مذكرة إحضار، هذا بحاجة إلى قرار القضاء، القضاء لم يقرروا بعد. ثانيا دولة الاحتلال والولايات المتحدة هاتان الدولتان المارقتان لم توقع على ميثاق روما ولا تعترف وليست عضوا أعضاء في محكمة الجنايات الدولية ولا يخضعون لنظامها. وبالتالي أن في بند في محكمة الجنايات الدولية يقول إذا خضع الشخص إلى محاكمة في بلده تسقط القضية. اليوم أقاموا لجنة مجلس حرب، غرفة حرب كما ذكر صديقي العزيز وزارة الخارجية، وقالوا وبشكل واضح نحن لدينا قضاء ونحن من نحقق ونحن من نتخذ القرارات. وبالتالي إذا قامت المستشارة القضائية لحكومة العصابة بفتح ملف تحقيق ستسقط القضية، هذا أولا. ثانيا هذه دولة غير معترفة، ومن يسلم بنيامين نتنياهو وغالانت إلى محكمة الجنايات؟ بينما أين سيذهب السيد الأخ إسماعيل هنية من دول التي الموقعة نحن موقعين ونحن معترفين بمحكمة الجنايات الدولية؟ هل يسلم الأخ إسماعيل هنية لمحكمة الجنايات الدولية ويبقى نتنياهو يفعل ما يشاء؟ هل سيصدر القاضي قرارات أخرى باعتقال آخرين من قيادة المقاومة؟ أم سيصدر قرارات باعتقال آخرين من دولة الاحتلال؟ أي ما هو موقفنا الحقيقي؟ أين غرفة العمليات التي أسسناها نحن كفلسطينيين للتعاطي مع هذا القرار؟ فقط رحبنا بماذا؟ رحبنا باعتقال إسماعيل هنية والسنوار والضيف؟ كيف يعني رحبنا؟ وعشو رحبنا؟ وليش رحبنا؟ طيب هنا ايضا قبل ان ينتهي الوقت استاذ عدنان، بالحديث ايضا عن الوسيط، في تسريب لافت لوزير الدفاع بثه الاعلام العبري يقول فيه انه يقول جالانت انه لا دوله للفلسطينيين بعد الحرب، كيف ترى مثل هذا التسريب بهذا التوقيت؟ اولا هذا لا دوله للفلسطينيين لا بعد الحرب ولا قبل الحرب، هذا موقفهم وهذا قرارهم. والذين يعتقدون أن نتنياهو أو أي حكومة من حكومات الاحتلال مصدقين كذبة الدولتين، يعني هذول الناس بيعرفوا أنه بك منها كذبة وبيعرفوا أنها مش مضبوطة، ومع ذلك زي التاجر اللي الخسران بصير يدور على دفاتر العتيقة لازم يضل له قصة يحكي بيها. هذول بيحكوا بقصة فيش دولتين، ما في دول، وين بدها تصير الدولتين؟ دولة الضفة غزة وباقي فلسطين تسمى أرض إسرائيل. لا يوجد لدى دولة الاحتلال الآن يتحدثون عن إعادة احتلال غزة. أنت هذول الصهاينة ملاعين، مشروعهم مشاريعهم عجيبة ومخططاتهم عجيبة، يجعلوك تطالب ما كان معك، تطالب بما كان معك بما كان لديك، يأخذون منك ما لديك ثم يجعلونه هو القضية. الآن يتحدثون عن احتلال غزة والسيطرة على غزة والاستيطان في غزة، والولايات المتحدة تتحدث لا يجوز احتلال غزة، لا يجوز بقاء الحكم العسكري في غزة. نعم أستاذ عدنان، نشكركم. المشكلة أنه لا يوجد أي طرف مساند للمقاومة الفلسطينية سواء من الدول العربية أو المحيطة، والجميع ربما يقف بقوة مع إسرائيل. نشكركم الشكر الجزيل من جنين رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح، ونشكر كذلك من الدوحة الأستاذ أنس الحاج عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج. شكرا لكما على المداخلة معنا.